نلتقي اليوم في لقاء جديد ومتجدد للطلبة الجدد في لقائهم هذا اليوم، وهو التعريف بجامعة طرابلس بشكل عام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بشكل خاص، وأعطينا معهم نبذة مختصرة عن الكلية منذ التأسيس، تجاوزت 40 عاما، والتعريف بالأقسام العلمية والمقررات الدراسية ومتطلبات الجامعية ومتطلبات الكلية، أيضا متطلبات تخص الأقسام العلمية التخصصية الإلزامية والاختيارية، وبالتالي نوضح لكل قسم علمي مجالات العمل بعد التخرج وأهمية هذا التخصص، وبالتالي يبدأ لدى الطالب في هذه المرحلة وهي انطلاقة جديدة من مرحلة بناء الشخصية، لأنها سمة من سمات الحياة الجامعية للطالب الجامعي أنه ينتقل من التعليم الأساسي والثانوي إلى المرحلة الجامعية، وبالتالي يكون لديه الدراية والمعرفة، خاصة في ظل التطور الذي يشهده العالم من الثورة الصناعية الرابعة إلى التحول الرقمي، ونحن نسعى إلى نشر ثقافة المجتمع المبني على المعرفة ومجتمع الرقمي، وصول المجتمع الرقمي، وبالتالي نوضح للطالب ما هي التزاماته واللوائح المعمول بها والقرارات وبعض القوانين والتشريعات التي تنظم الجامعات الليبية وخاصة اللوائح الداخلية لكلية الاقتصاد، ومن هنا نشد على أيديهم ونرحب بهم للانطلاقة في مرحلة جديدة، أن يكونوا دعائم للوطن لهذا المجتمع الليبي والنهوض به باعتبار الدولة الليبية قيد الآن الأعمار والتأسيس، وبالتالي هم يكونوا هذا المستقبل لهم. للتوضيح أكثر لبعض النقاشات إذا كان أي استفسار تفضل السيد المحترم.